صباح اليوم عتا سقطت ثلاثة صويرخات من حجم سمول في خلاء جماعة أولاد بن عقيدة، لم تسفر عن خسائر تذكر. وفي وقت لاحق كان أعلن الناطح باسم النيتو أن أحد المجاديين المصابين بأبي تفتاف زقل تصويب 4 صويرخات أثناء مناوشات لبارجة تابعة للنيتو وقراصنة الصومال في عرض المحيط الأطلنطيسي. شقي أبو نوارة كان على موعد مع الصاروخ الرابع. كان هذا البيت ما به ما عليه حتى رأيت بأرنبة عيني صويرخا في الأفق، ولما اقترب الصويرخ أصبح صاروخا قبل أن يقول ازدف على سطح هذه الدأر. ولحسن حظي فاملة هذا البيت أنهم كانوا هناك في حمام الفرح. الله ينزلنا عليه على الكدال، احنا في الحمام هذا وجه الحمام هذا، ياك المريخ ياك أجوي الزفات الآخر يا ابو نوار يا المريخي شحال عطاوك؟ وهذوك الصواريخ اللي باركين يردوا علينا داو 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 داو، كنت طاحش واحد فوقهم شي دار وعوروها، فين وليو؟ وها هي جات في دار. هذه دار هذه فيلا هذاش؟ فيلا هذه دار. دار شتي قبل ما تطيح تملى الصورة تتخلصها من جيبك. قول فيلا. جات راها باينة دار. ما باينة لك عتا. يلا قول قصر. الى جانب احد الضحايا الذي سيمدنا بروايته. اشيدي ملي طاح الصاروخ الاول قالت لي الولية نور الدين التباوريده بدات بكري هذا العام يلا نمشيو الموسم. ملي طاح الثاني قلت لي هذه فرنسا واقيلا رجعت. وعندما طاح الثالث كنت سنسورت في الباب. واين طاح؟ طاح فيا. ها هو ها فين طاح؟ جاب الله لقيتو على الدوار ما كون كاع الفيلات مشاو. قول فيلا تقول نزيدك. هذا ومن ناحية أخرى أفادت مصادر مطلعة أن القصف الخطأ دمر بيتا عن آخره. وفيلا بل فيلة عن آخرها، إذ قدرت الخسائر بمليون درهم محلي. تصب شوية تمقص حد. أقصد مليون أورو. وفيما لم تسجل ضحايا في الأشباح أقسم النيتو بتعويض كل الخسائر بالدوفيز. شقي أبو نوارة من هنا إلى هنا.